سورة الشورى آية 27، آية 27 سورة الشورى أول الربع، وهي آية 25 في العد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ينزل قراءة المكي والبصريان، ينزل المكي والبصريان، البصريين اللي هو أبو عمرو ويعقوب الحضرمي، أما باقي القراء ينزل. كثير من الناس يسأل لما ربنا غني ولطيف بعباده ورحيم، ليه يخلق الفقير والجائع والمريض والعاجز والأعمى والبصير؟ كان قادر يخلق الكل غني ويخلق الكل قادر والكل كامل بلا عجز. ايه اللي منع ظهور هذا الغنى في الخلق؟ والله لطيف وكريم وجواد وعظيم. هذا السؤال يسأله كثير. الآية دي بترد على هذا السؤال، لأنه لو بسط الله رزق العباد يعني أغناهم وعافاهم من كل الجوانب، هيحصل إيه؟ لبغوا في الأرض. ليه؟ لأن الإنسان يستغني عن ربه إذا استغنى بالنعم فيطغى. ربنا بيقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني يطغى الإنسان متى يطغى؟ وينسى ربه إذا أغناه بالنعم وعافاه في البدن. فإمتى حيقول يا رب يا رب؟ لكن هذه الأشياء التي يشعر فيها الإنسان بضعفه وحاجته هي التي تلجئه إلى أن يعتمد على مولاه ولا يعتمد على النعمة، فيقوم يعود إلى رب. يبقى لو بسط الله رزق لعباده يحصل إيه؟ اللي هو السؤال اللي انت عايزه. انت عايز كل العباد مبسوطين، كل العباد سلام، كل العباد كاملين، كل العباد حلوين، مش عايز كده؟ ده انت عقلك ضعيف، لان لو ربنا عمل كده هيستاهلوا بايه؟ فساد في الارض، ومحدش فيهم هيقول يا رب يا رب، كل واحد هيقول نفسي نفسي، ويحصل الصراع بين الناس والفساد العريض. فهمت بقى؟ لكن ربنا جعل الفقير عجزه وفقره يقول له ايه؟ يعتمد على الرازق، وجعل الغني يقوم بحاجة الفقير. وعلشان كده قال لك ايه؟ لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن، طب بيعمل ايه؟ ينزل بقدر ما يشاء. لماذا؟ لأنه بعباده خبير بصير. لأنه لو بسطهم طول الوقت دون قبض، ولو عافاهم دون الوقت طول الوقت دون ضر، ما قالوا يا رب يا رب، بل قالوا نفسي نفسي. حتى ان فرعون لما عافاه الله واعطاه الملك والمال وظل مدة عمره لا يشعر بمرض، حتى انه لم يصب بصداع، ابسط مرض، وعنده ملك مصر، قال ايه؟ انا ربكم الاعلى. اهو واحد اقول ده لك نموذج أغنى وعافاه طول مدة عمري، ماذا فعل؟ قال أنا ربكم الأعلى. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في سورة المؤمنون قرأناها؟ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. مش هيقولوا الحمد لله، ده حي إيه؟ ده حيزيدوا طغيان. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر
للجوا، يعني ايه؟ تمادوا واستمروا، للجوا في طغيانهم يعمهون، يعني يعموا عن طريق الحق ويعموا عن رؤية مولاهم واحتياجهم له. وبالتالي يبقى خلق الحاجة في الإنسان ضرورية ليعرف مولاه. فهمت بقى ازاي؟ لأن لو لم يخلقك على محتاجا ما قلت يا رب يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإن أغنيته أبسط. وخدنا مثال ثعلبة اللي هو الصحابي اللي كان بيصلي مع النبي كل الصلوات ويخرج مع النبي كل الغزوات وهو فقير. فلما جه راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يكفيني وأن يغنيني. قال: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير ينسيك ويطغي؟ قال: لا يا رسول الله، أنا الكثير لا يطغيني ولا ينسيني، ادعو الله. فدعا له الله فبارك الله له في أرزاقه فاتسعت. فبعدما كان يحضر كل الصلوات بقى يحضر صلاة واحدة من الصلوات الخمس، لأنه شغل في ماله. وبعد ما كان بيحضر صلاة واحدة كل يوم بقى يصلي الجمعة بس مع النبي، انشغل أكثر. وبعدين لما جاء وقت جمع الزكاة رفض أن يعطي الزكاة، وقال: عندي مشاغل كثيرة، وعندي مصاريف كثيرة، والحياة لها متطلبات كثيرة، فرفض أن يعطي الزكاة. فتحول في حال فقره من عبد طائع صالح إلى عبد جبار عاصي مجرم، لا يصلي ولا يزكي ولا يتابع النبي في حال غنى. يبقى أيهما أفضل له، الفقر أم الغنى؟ وبالتالي لا تعدل على مولاه، ما تقولش: ليه يا رب خلقت هذا فقير وخلقت هذا غني، هذا عاجز وهذا قادر، هذا غبي وهذا ذكي. فهمت؟ لا، ما تقولش كده. ربنا بيقيم كل عبد حيث ينفعه. فهمت بقى ازاي؟ العبد اللي يصلحه الفقر يفقره، وساعتها لما يقول: يا رب اغنيني وعافيني، يزداد فقرا. ليه؟ لانه استقبل، قبل دعاء، لان غنى بالله افضل من غنى بنفسه. فما يقول: يا رب اغنيني وهو فقير، ربنا جعل غنى بالله، لانه لما بيحتاج بيلجأ لمين؟ لمولاه، يبقى غنى بالله. لكن لو اغنى بالمال لما يحتاج هيلجأ ايه؟ يلجأ لماله. فهمت بقى ازاي؟ مش هيلجأ لمولاه. وبالتالي يبقى ربك لما يجي واحد مريض، مرضه هو العافية بالنسبة له، لأنه لو عافاه هيخرج يأذي الناس. لكن طول ما هو قاعد محبوس في السرير مريض، كافي الناس شر وما بياخدش معاصي. يوم ما يجي يموت صابر على مرضه يدخله الجنة. لكن لو عافاه وخرج أذى الناس، أيهما أحسن؟ يبقى العافية له هو أن يعيش مريضا. وعشان كده يبقى في مريض يقول: يا رب اشفيني اشفيني، وربنا استجاب له ويستمر مرضه، لأن العافية له ليست هو الشفاء، العافية له هو المرض. وعلى شكل الإنسان عليه أن يدعو ثم يرضى بالإقامة، يدعو ويرضى بالإقامة، ما يقترحش على الله حاجة على مزاجه. فهمت؟ لأن ربنا أدرى بك من نفسك. في ناس تعيش طول عمرها صالحة طيبة، أول ما تاخد سلطة تظلم الناس. يبقى السلطة لما خدها كانت وبال عليه ولا ليست وبالا؟ كانت وبال. أما يعيش متواضع كده بلا سلطة، كان لو عاش كده ومات هيدخل الجنة. خد السلطة عملي تجبر على الناس وتكبر وظلم الناس. يبقى الإنسان ما يعدلش على ربه. فهمت بقى إزاي؟ يترك العباد لرب العباد. ليه يا رب خلقت ده مريض، وليه خلقت ده، وليه موت الأب قبل أن يربي أولاده الصغار الضعاف، وليه يا رب خليت هذه الأمة بهذه الصورة، وليه قاعد طول النهار مش عاجبك قسمة ربنا في عباده؟ هو أنت شغال رب ولا شغال عبد؟ فهمت؟ اللي حينظر بعين الربوبية وهو عبد مش هيفهم حاجة، مش هيفهم حاجة أصلا، هيعيش طول عمره معترض.
وكثير من الملاحدة ألحدوا وأنكروا وجود الله بسبب هذه النظرة. لو ربنا موجود ليه يخلق العاجز وليه يخلق مش عارف مين وليه يبقى في قتل وليه يبقى في جدامار وليه؟ لأنه هو بينظر للأكوان نظرة الرب مش نظرة العبد. فلما ينظر بنظرة العبد وهو الرب وهو ما يعرفش الحكمة يعترض، فلما يعترض ينكر الإيه؟ وجود الله. لكن هذه الآيات بترد على هؤلاء جميعا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لماذا؟ إنه بعباده خبير بصير. أنت مش خبير بالعباد ولا بصير بالعباد أيها العبد. اللي بصير بهم وخبير بهم هو الذي خلقهم، هو أعلم بهم، فهمت؟ وبالتالي لا تكن ربا للعباد بل كن عبدا، فلا تعترض على حكم الله. فهمت بقى ازاي؟ اتفضل يا سيدي. وهو الذي ينزل. وهو انت بتقرا قراءه مين؟ قالون ولا بتقرا قراءه ابو عمرو ولا بتقرا الكسائي؟ تقرا حفص، تبقى وهو بضم الهاء كده، وهو، خدت بالك؟ يلا حقق الضم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث، شوف ينزل وعندنا ينزل قراءتين، ينزل الغيث، ينزل الغيث وينزل الغيث. اللي يقول ينزل الغيث مين بقى؟ المدنيان وابن عامر وعاصم. المدنيان اللي هو مين؟ نافع وابو جعفر، وابن عامر اللي هو الشامي، وعاصم اللي هو احد الكوفيون. كل دول يقولوا ايه؟ ينزلوا. اما باقي القراء وهو الذي ينزل الغيث، والغيث هو المطر. من بعد ما قنطوا أي من بعد ما يأسوا بسبب إيه؟ الجفاف والجوع والعطش. وينشر رحمته سبحانه وتعالى، وهو الولي الحميد. يلا يا سيدي. وهو حققوا ضمة الإلهاء في وهو، لأن كثير من الناس بتختلس الضمة، يعني يجيب حتة منها، لا، هات ضمة محقق، فيش حد بيختلس. اختلاس الضمة قراءة شاذة لم يقرأها النبي أصلا. النبي قرأ قراءتان بالسكون المحض وهو، وبالضمة الخالصة وهو. إنما ما تجيبهاليش بقى حتة من الضمة، اختلاس خطأ، وهذا خطأ شائع على إيه؟ ألسنة كثير من الناس. يقول وهو، وهو جاب حتة الضمة، طب فين الضمة الخالصة؟ ما فيش اختلاس في هذا الموضع، وهذا خطأ شائع سواء صلى بها أو لم يصلي بها، خطأ شائع في القراءة. وهو، خدت بالك؟ وهو. يلا يا سيدي. نعم. ومن آياته سبحانه، أي آياته أي البينات الدالة على قدرته وعظمته وتدبيره. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. والامريكان والجماعه الغربيين يقول لك احنا عايزين نبحث عن كائنات فضائيه، هل الفضاء في كائنات غيرنا ولا لا؟ طب ما ربنا يقول وبث فيهما من دب، في كائنات، في كائنات، ايوه في السماوات وفي الفضاء في كائنات، واخد بالك؟ لكن احنا عيننا لا تراها، بس الفرق اننا عينينا لا تراها. فعلشان كده المسلمين مش بيبحثوا، لان عارفين ان في كائنات، عارفين ان في ملائكه، عارفين في جن، عارفين في كل حاجه. ما عندناش احنا شهوة البحث حتى نرى ما لا نستطيع رؤيته،
هو ربنا خلقنا بقدرة محدودة في الرؤية وقدرة محدودة في السمع، فنسمع نسبة معينة من الصوت وليس كل الأصوات، وكذلك نرى بعض المرائي ولا نرى كل المرائي، لأن عينينا كده طبيعتها كده، فهمت؟ عشان كده بيقول وما بث فيهما من دابة، دل على أن في كائنات أو في السماوات وكائنات في الأرض وكائنات في كل مكان خلقه الله، لكن عيوننا لا ترى، أدي الفرق. فكونك لا ترى أو لا تجد ليس معناه عدم الوجود، يعني عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود زي ما بيقول المناطق. يعني أما أبحث، لما يضيع مني مثلا كتاب في وسط المكتبة وبحثت عنه وما لقيتوش، عدم وجداني لهذا الكتاب لا يقتضي عدم وجوده في البيت، ممكن يكون محطوط في السرير، محطوط في المكتب، مش في المكتب، محطوط في أي حتة في البيت. يبقى عدم وجداني للشيء لا يقتضي عدم وجود الشيء نفسه. فهمت بقى ازاي؟ يقول لك احنا اصلنا بحثنا في القبر فلم نجد عذاب ولا صوت ولا حاجة، وصورنا ما لقيناش صور، يبقى ما فيش عذاب قبر، تبقى غبي. هذا التعليل غبي، غباوة، لأن العين لا ترى كل شيء، والكاميرا بتاعتك اللي هي هتصور لي لا ترى كل شيء. فهمت بقى ازاي؟ وجهاز التسجيل لا يسجل كل الأصوات، يسجل مساحة معينة من الأصوات وليس كل الأصوات. وبالتالي عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود، ودي دي دي قاعدة منطقية عقلية يوافق عليها كل عاقل، كل عاقل يوافق عليه. لكن للأسف يجي لك ناس ايه لا تؤمن ببعض السمعيات، تيجي تقول له في جن، في ملائكة، ربنا موجود، يقول لك فين ربنا، عايز اشوفه. شوف، ما عينك ما بتشوفش حاجة، عينك ما بتشوفش روحك وهي بتطلع، بتقعد جنب ابوك وهو بيموت تلاقي روحه طلعت وبعد بجثة، شفت حاجة بعينك؟ لكن الروح طلعت. يبقى انت لا ترى اشياء كثيرة مخلوقة امامك ولا تعتاد الجاذبية التي تشدك الى اسفل، هل في حبل شيء؟ لكن موجود ولا تراها، في اشياء كثيرة موجودة لا نراها. طيار الكهرباء الذي يسير في سلك الكهرباء، هل ترى؟ لا ترى، لكن ترى أثره، يبقى إذن موجود. فهمت؟ وبالتالي العين لا ترى كل شيء، يبقى عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود. على شكر عليك أن تسلم وتؤمن وتنقاد لإيه؟ لأهل الصدق وهم الأنبياء. الأنبياء يقول لك في جنة، نقول له آه في جنة، في نار، آه في نار، طب فين النار؟ مش هشوفها الوقت، ببساطة كده. والجنة مش هتشوفها الوقت، طب فين ربنا؟ عايز أشوف، مش هتشوفه الوقت، لأن لو ربنا كل الناس شافته ما كانش هيبقى فيه مؤمن ولا كافر، هيبقى كل مؤمن. لكن ربنا بيختبرنا بالغيب، هل نؤمن بالغيب أم لا؟ فهمت بقى إزاي؟ عشان كده ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. يبقى إحنا عارفين إن في كائنات فضائية، إيه المشكلة بقى؟ لا محتاجين بقى نبعت إيه حاجات في الفضاء نبحث ونجوع فقراء الارض وننفق مليارات على ايه على البحث في كائنات فضائيه حتى لو راوها يصارعوها، مش يتعاونوا معاها كمان، ده هم عايزين يعملوا حرب الكواكب، يعني هم بيبحثوا عن كائنات يحاربوها. الله، طب ما تحارب، ابحث عن كائنات تستفيد بيها، انت لازم تحاربها؟ هو انتوا ليه حياتكم كلها صراع ايها الكفار؟ لماذا لا تستعمل خلق الله تستعين به على عبادة مولاك؟ ايه المانع؟ ما ربنا خلق الكاف الفقير عشان يدخل للغني الجنة، فتحمد ربك ان في فقير. فهمت بقى ازاي؟ لكن لا، ده هم عايزين يقتلوا الفقير قتلا، يقتلوا كل المخالف قتلا، يقتلوا ويبحثوا حتى عن كائنات لا تراها اعينها حتى يحاربوها. هذا الصراع ليس هو أخلاق المسلمين ولا أخلاق المؤمنين. إحنا عارفين إن ربنا خلق ودبر وأمرنا بأشياء معينة وخلقنا، فعلينا أن ننشغل بما أمرنا به ولا نشغل أنفسنا فيما لا طاقة لنا به. وعشان كده قال لك إيه؟ وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم، أي جميعا، جميع ما خلق، إذا يشاء قدير.
لأن من أسمائه سبحانه وتعالى الجامع، مش من أسماء الله الجامع؟ جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يبقى هو على جمعهم إذا يشاء قدير، يجمع الميت مع الحي، يجمع الماضي مع الحاضر مع المستقبل، يجمع الكل، لا زمان يمنعه ولا مكان يعجزه سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وفل عن ذكره الغافلون.